السلام عليكم مرحبا بكم عندنا نهار كبير هذا فرحانين بزاف بلا جيتوا عندنا مره ثانيه اليوم ان شاء الله هذا الانترفيو هذا بغينا تعرفوا اكثر على ولادي سميتي كاميليا صبرينا شيبو تزادت في, في السويد كبرت في المغرب صراحه ويلاه تخرجت هذه 3 من بيزنس مانجمنت وان شاء الله زعما معوله ان شاء الله نكمل قرايتي ندير ماي بي ام بي اي اسمو ام بي اي و جو بون انا يا راين شيبو عندي تسع سنين و كنقرا في الثالث كنت كنقرا في الثالث ومن من من غنكبر بغيت نكون فوتبولور بحال بابا <applause> <applause> سلام سميتي لينا شيبو كنقرا في تزاديت في السويد وجيت المغرب ملي كنت صغيره دوك عاقله كبرت في المغرب وكنقرا بروميير اني في بيزنس مانجمنت ومنين كبر بغيت نكون بحال ماما اللي <applause> <applause> هو <applause> بيزنس وومن سلام سميتي ساره شيبو انا في المستوى الخامس زادت في السويد وكبرت في المغرب من كبر بغيت نكون دكتوره سلام سميتي صوفيا شيبو انا ايم ستودنت زادت في السويد وكبرت في المغرب والصراحه انا كيعجبني بزاف الحاجات عندي بزاف الحاجات في كنفكر فيهم نديرهم وان شاء الله الوقت غادي ديسيدي شنو غنولي شنو غتكون البروفيسيون ديالي فاش مشيت للسويد لقيت واحد الاختلاف كبير في الناس زعما الناس تما كلشي داخل سوق راسو كلشي كي ما كيتسوق لك حد سيري كيف ما بغيتي خرجي كيف ما بغيتي ما يهضر معك حتى شي واحد ما ياديك حد اما في المغرب <applause> مغرب كل شي حاجه اخرى المغرب كلشي زوين ما كاينش شي حاجه اللي خايبه أه نبقى في المغرب حيت ما كاينش ما احسن من المغرب كنت عرفت عليه في السويد في 2000 في 2000 في 2000 كان عندي في عمري 17 عام وي وصراحه النيه ديالتي باش ناخذ اوتوغراف في ليكيب ديك الساعه كان في كوفنتري سيتي في البريمير ليغ في في, في في, الانجليز كان ديك الساعه كان كيلعب مع ماغنوس هيدمان جول كيبر اللي في السويد وحجي مصطفى حجي و... و... ويوسف صراحه داكشي داكشي ديال بكري ماشي بحال ديال دابا مهم عطاني اوتوغراف و... وعطيت له نمره تليفون ديالي كنسولها وهضرنا ياكي وديك الساعه كان قال لي اجي نعرض عليك في الانجليز قلت لي لا حنا راه ما ما يمكنش خصك تمشي على والديا والديه <applause> صافي ديك الساعه سبحان الله كانت في الفيفري باقي عاقله هضر مع بابا الله يرحمه وماما الله يرحمها حتى هي معاهم وفي ماي جا السويد باش تعرفنا ككاملين اوت اه تخطبنا كان كيعيط علي كل نهار في التليفون ديالي في البورتابل اه كان كي يجي صراحه ما كانش داكشي ديال الواتساب والفيديو هذا سو باش يشوفني كان كيجي كي للسويد واخا غير 24 ساعه وكيرجع حيت كان كيترينيو يعني كان عندهم كونسونطراسيون تماك فريمون صعيبه سو كيجي من لندن وكيجي لستوكهولم وكيشوفني وكيرجع آه انا ديك الساعه كنت باقي صغيره 17 عام مي انا كنشوف الانسان حنين وكيفاش عنده علاقه مع خوتو ومع والديه صافي فهمت سيد ديال الجواج صراحه صافي هادي هو هادشي اللي كاين درت عرس مغربي في <applause> السويد شنو في درنا عرس في المغرب في كازا <applause> انا فخوره بالبابا منين كنشوف محبوب عند الناس ولا ريبوتاسيون ديالو زوينه وعاوتاني ماشي غير هذا الشيء حتى علاقتنا به كي عاملنا بحال بحال خونا الكبير وكل معنا ودريف لا بجوج بجوج غير هي ماما كت كتدوز الوقت بزاف عليه حتى هو هو كيسافر ولكن فاش كيجي كي بجوجهم اه ايكوال بحال 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 ماما بحال بابا بحال مداصرين مع ماما بحال مداصرين مع بابا, بابا صراحه باش كنت صغيره كنت بابا دي من بابا, بابا 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 اما دابا باش كبرت وليت كنميل كن شويه لماما بجوج ماساويين. بروشوا ما صابين نو مي كل واحد عنده الكاراكتير ديالو اما بحال بابا بحال ماما اما كان ميل اكثر لماما فاش كبرت تبارك الله ما شاء الله خمسة الوليدات ما كانش كان بروغرامي هذاك ديال ربي صراحة ومرحبا بيوم مرحبا بينا عندكم مرحبا انت من النساء اللي كيبغوا العائلة تكون كبيرة بزاف وهكا ولا ما عندكش لا إلى بزاف نو بيان سور غادي الواحد إلى إلى ربي يعني يعني تقدري تولدي علاش لا آه الله لا يكلف نفسا الا وسعها تبارك الله ما شاء الله راه تنظن كلشي كيبغي عائله كبيره يعني انت يخص الواحد يكون عنده الصبر صراحه باش تقدري آه تربي الوليدات وهذا اه انا من دوك الناس اللي كيعجبهم عائله كبيره آه صراحة أنا يا اللي اختاريت سميات كاملين الا بنتي ساره بنتي ساره اختارها باباها هو اللي <applause> 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 لا لا هو صراحة قال لي سمية خودي ومتي اختاري اللي بغيتي صراحة راه كيشوفني كيفاش كنتوحم ونتأدب صراحة يعني خاص الواحد يكون اتفاق ما بين مرا وراجل أنا ما كنفهمش داك ديال بقاو يدخلوا العائلة ويدخلوا أوكي شكرا إلى شي واحد يجي ويقول لي حنا راه ما تسمي ولدك بهاد سمية وكي شي بوزيها عليا ويبززها عليا واش فهمتي؟ آه مي أنايا اللي سميت بنيتي وولدي تا أنايا ويوسف اللي يسمى ساره <تضيف> انا غنقول لكم كتعرفوني انا هذاك الشيء اللي من قلبي في لساني آه قبل ما غادي نجاوبك هذا السؤال هذا انا بغيت نقول للناس اللي كيتفرجوا عمرك ما تخرجي الندم من فمك حنايا انسان راه كنتعلموا اي خطوه كنديرو في حياتنا راه كنتعلموا فيها يعني يا خايبه يا مزيانه سؤال الندم عمري ما كندم حاجه اللي درتها انا في حياتي واخا الا كانت حاجه خايبه الواحد يتعلم من الدرس ديالو وتيكمل سو لا انا ما آه ندمتش انا كنت كنقرا في لونيفرسيتي مع بنتي الكبيره كاميليا في نفس قسم وتخرجنا انا وياها هاد السيمانه هذا الحمد لله يعني قرينا تماك ثلاث سنين ومن مورها دابا انا كنفكر ماشي كنفكر انا دابا حاليا غادي ندير لونش يعني غنخرج برودوي ديالي للناس هادي دابا شي تقريبا هاد دخلت للانستغرام كيطلبوني هذا نخرج البرودوي ديال الشعر وديال البشره سو ان شاء الله قريب قريب جدا نخرج برودوي انا صراحه كنت انا في عام الاول كنت معها في القسم عام الثاني والثالث مع كونفينمون وداك الشيء انا اختاريت ان نكمل الدراسه ديالتي اونلاين أه بالعكس انا كان عاجبني الحال يعني كان قرا مع بنتي أه يا هذا الشيء اللي كاين يعني بالعكس لا لا بالعكس انا كنت فرحانه يعني كنت فرحانه بزاف حيت كانت عندي امنيه باش نرجع نقرا كانت عندي شويش عقده ديال القرايه في الحقيقه حيت خديت غير الباك ولدت وليداتي أه فاش يلا دخلت القسم ما كنتش كاع باغا ماما تكون معي في القسم زعما ما كنتش كاع باغا كنمشي كندخل اللور القسم وماما قدام وفي الماشي الاستاذ كيقول لنا زعما بريزونتي راسكم ماما كتقول وانا ماما كاميليا وكلشي ها خلفي بالله ها صافي زعما سي بون وفي الماما ماما كتبقى تقول جغشي كضحك الناس وانا ما كيعجبنيش الحال زعما علاش ماما تبدا تضحكي فيهم زعما صافي احنا جينا هنا نقراو قراو صافي حتى للدار وتضحكي في ما بغيتي وصافي مع لو طون مع لو صافي ولفتها صراحه ولفتها ولات عليا مزيان ليا راسي هذاك الشيء صيفطنا باش تقراي ولا تضحكي ياكي <applause> اه تعجبني نضحك صراحه خصها تكون داك الجو ديال الضحك والنشاط باش المخ ديالك يتحل باش تقدري تابسوربي انفورماسيون من بخوف <تصفيق> 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 انا ما تنعرفش نقرا عربيه ولا نقراها ولا نكتبها آه. ولكن دارجه اوف كورس حنا كنهضروا بالدارجه في في الدار وكنخلطوا سويديه تنخلطوا لونغلي فرنساويه لا ما, ما, ما تنهضروش كاع بنات بيناتهم بنات بيناتهم كيهضروا فرنساويه لونغلي مي دارجه بالعكس انا اللي اختاريت نهضر بالدارجه في الدار حيت فريمون انا فخوره ان الراي ديالي كل واحد حر في حياته كل واحد عنده حر يعني حره حر حريه حريه, حرية في التربيه ديالو انا ما عنديش الحق ندخل حتى شي واحد كيفاش غيتعامل مع وليداتو في دارو مي انا شخصيا انايا ما بغيتش نهضر مع وليداتي اللغه ديال الناس مزيان باش يتعلموا ويعرفوا اجمع اللغات ولكن بغيت نرجع الاصل ديالي وليداتي يهضروا بالدارجه مغربيه هاد ميسيز وورلد معروفة هادي من 1984 وتسعمية وأربعة كومبيتيشن كومبيتيسيون في العالم كامل مع تقريبا شي ما بين خمسين وسبعين دول في العالم المرا لي مجوجة كت تمشي كتقيد راسها وهذا وسميتو كيديروا دي كومبيتيشن آه هاد العام 2022 اختاروني انايا آه ملكه جمال المغرب ريبريزونتي المغرب باش نمشي عندهم في لاس فيغاس في ميريكان ونريبريزونتي ريبريزونتي في المغرب مي المشكل علاش انايا قلت لهم لا ورا شي ربع شهور وانا كنهضر من هنا احاول كيفاش نتفق معاهم المايو ضروري ضروري الفرد تلبسي المايو آه انا ما يمكن ليش نلبس المايو هذا شخصي حرية شخصية لقش أنا كأنا أنا أشوف كل واحد حر في حياته اللي بغي يلبس مايو الله يعاون يعني يلبس المايو وكذا كنهضر على شخصيتي أنا يا. أنا غادي نحشم نلبس المايو ونبين الناس ونريبريزونتي المرأة المغربية ده ها علاش واخا أنا كنت بغيت كانت الحلم ديالي والله كانت حلم ديالي نمسك شيطا وتا انا ندور تماك ورايه رايه مغربيه ولكن ملي قالوا لي المايو قلت لا ما بغيتش <applause> اوكي اولا انا ما كيعجبنيش نبان في السنتر تنشن ما نكونش يعني آه بالعربيه آه الوسط ديال آه نظر <applause> يعني الناس يعرفوني انا يا شكون ولا فهمتي هذا الشيء صراحه ما كيعجبنيش كنبغي نكون انا يا مع وليداتي كيفاش خلتني انا نبان في العالم آه في الكونفينمون الكونفينمون صافي حنا سالينا هذيك الساعه المدرسه غندخلوا للدار وجاني الملل الملل جاني الملل وقلت انا علاش لا نبارطاجي الفيديوهات ديال الطبخ اللي كندير انا في الدار لوليداتي وسبحان الله العظيم يعني كل نهار كنبقى ننشر نعطي نبارطاجي فيديوهات والناس فيدباك ديالتهم عجباتهم بزاف وانا صافي من عجبو من هي بديت كان سو so يعني الشهره تنظن ولا ما عرفت شنو كيقولوا لهم هي اللي اختارتني ماشي انا اللي اختاريت صراحه يوسف ما عجبوش الحال وما كانش باغي في الاول لاقاش انا 20 عام وانايا مخبيه وفي الاخر بوف آه انا كاينه هنايا سي نورمال غيخاف على مراتو غيخاف على وليداتو الناس مخلطه كتعطي الباب للناس يهضروا كيف ما بغاو وما يمكنش نسكتوهم مي الواحد عاوتاني عارف شنو تيدير وكتوري اللي قدرتي توري واللي ما غاديش توري ما غاديش توري بيان عين الحق والحسد كاين والحسد اقوى من العين أه، ولكن اللي نقول اقوى من العين والحسد هو الله سو الواحد ضروري خصو يحسن راسو ويكمل <applause> أه، انا سمعت بهاد القصه ديال العويطه ما حنا ما عمرنا ما غادي نعرفو ما بين مراه والراجل انا ضد الواحد يوري المشاكل ديالو داكشي بينو وبين الراجل يعني المهم هم عطا الله شوفي كيف ما قلت انا في الاول كاين العين ولكن عاوتاني واحد ضروري خاصو يحصن راسه راسو واش انا نخاف من الناس اذا غنبقى نخاف من عين الناس والحسد غادي نسد الباب ونبقى غير كل الوسواس وداك الوسواس من الشيطان لا عندك شوفي الواحد يحسن رأسه ويكون عنده اليقين في الله ويدير هذاك الشيء اللي خصو يدير وما ينساش يكون ديما موضي ويصلي صلاته في الوقت وصافي ويتوكل على الله وما يخافش ولا كان طلاق طلاق الا كان طلاق راه ما ليل ونهار شي الا كان طلاق راه شحال من عام وغادي داكشي غادو كيتعقد يتعقد صافي وداكشي مكتاب كيف ما ربي حلل في الزواج راه صراحة أنا في الأول ما كنت فرج في الكرة ولا كيعجبني الكرة ولا عندي الانترس الكرة ما تتعجبني الصراحة حاجة الوحدة اللي كنت كندير كنت فرش في المغرب إلا كانت المغرب غتلعب أكيد حيت المغرب ما بقاش أنا قاعد نتابع أنا كرة غدا جاية <applause> لا لا ما تتعجبنيش مي كنتفرجوا فيه مرة مرة في باقي سبور ملي كيهضر هذاك الشيء مي نو ما تيعجبنيش نتفرج في فرش. انا يا صراحه أج اجواء العيد انا عمرني ما كبرت في الاجواء العيد في حياتي والدي الله يرحمهم عمرهم ما عيدوا ولا ذبحوا لاقاش ضد القانون في السويد يعني آ... كيفاش يقول لها انيمالز رايتس يعني ضد قانون ددقانباش... حقوق ديال الحيوان الحي... الرفق ياك رفق الحيوان هاي 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 هاي. اه رفق الحيوان باش يذبحوا سو هذاك الفلوس ديال الذبيحه دي راه كانوا كيصدقوها سو so انا ما مع عمرني ما عرفت جيت المغرب بقات عندي ذاك ذاك ما سو كنا كنمشيو مره مره نشوفوا عائلتي يوسف كيفاش كيعيدوا آه صراحه آه لي انا نقدر آه لا ولدي كي آه آه ولدي ولدي تعجبو تعجبو ولدي من آه كان عنده آه لا قل لا قل عام ميم با عام آه لا ضروري كنشريو الحولي وضروري تيجي نهار قبل العيد يعني ما كيبقاش عندي ناس كيبقى يدور يتسارى حيت انا باقي <تضحي> عاقله واحد النهار جابو كان غيتلح في لابيسين <تضحي> so لا كيجي نهار لاقاش لا عندك فهمتي غوات معايا فهمتي وداك الشيء وخصك توكلي مسكين وكتربي الكبده وتبقي تذبحيه نو سو ما كنشوفوش كيجي تيذبحو تيسلخوه وصافي تيبقى مسكينه معلق وكيجي كزا كيقطعو هذا هو العيد ديالي انا يا انا انا في النهار عيد كنمشي نصلي كنلبس فوقيه و <تحدث> وكنمشي في الدار ميمه و بابا و ونقول لك اش من حولي كنبغي السردي حيت السردي حسن من بقري برك والعرس وصح منه شنو اخر كمل كي شنو كيعجبك تاكل في الحولي شنو كيعجبني آه. كي كي نذبح حولي كنذبح حولي غير كنهزمو كنتصور معاه او كيعجبني نمشي نتاخر او نبقى نشوي او كيعجبني نبقى او كيعجبني نبقى اوكي يعجبني ناكل بوفاف ماشي بوفاف او كي مكان تخلص بيدرم بصح فعلا رايانات كيعجبو بزاف في عيد مع بابا حنايا البنات راه اختارينا نبقاو في الدار واخا حنا ذبحنا وديك كنديرو داكشي بيناتنا وبابا راه بصح راه كيمشي للجامع كيصلي مع ولدو تيلبس داك ديالته فوقيه وكيدي ولدوا القنيطره عند عائله ديالته ثاني كيعاود عاوتاني يذبحو ويشوف داك الشيء وراه ين فريمون كيعجبو الحال حتى تعجبو باش نقول لهم الله يحفظكم الله يرضي عليكم تنبغيكم بزاف وحنا عائله واحده يعني واخا يمكن كاين شي ناس يمكن يقولوا بعد كومنتس حتى هما كنبغيهم بزاف <applause> <applause> شكرا ومع كبرت انا نبقى نضحك في <applause> الفيديوهات شكرا وحتى حنايا كنبغيوكم عيد مبارك سعيد للجميع المغاربه وشكرا بزاف على لي كومونتير اللي كتحطوا لينا وبالتوفيق ان شاء الله عيد آه، إيه مبارك سعيد و you for watching شكرا للناس اللي كيبغيونا وكيبغيو ماما وبابا وعيد مبارك قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب